الو، بالنسبه لهذه الفكره هذه اللي شفنا، اللي غادي نحتاجو ليه هو غادي نحتاجو لا طوال دو جوت ولا التوب ديال الخيش. غادي نحتاجو هكايا دي ريكتانجل مستطيلين، نحاولوا نقطعوهم يكونوا مقادين. دونك عندي هنايا 12 في العرض على 35 في الطول. دونك نتوما يا ديك الساعه كتعبروا على حسب الفخشات ديالكم والمماس تحطهم هما الاولين عاد تعبروا عليهم، حيت كاين بارفا كاين شي شويه ديال الفرق ما بين سنتيم وسنتيم ونص. دونك غادي نحتاجو لهنايا الصباغه ديال التوب، غادي انا غادي نختار الاحمر. كاين عندي دوغاتيك ستيل وعندي ستيل مات، وغادي نحتاج لي بوشوار توجور في فورم دو كور، يعني كاين هكايا وكاين هاد لي كور الا بغينا نجيبوه كامل. سينو نختار هاد لو كور هذا اللي كتشوفوا هنايا زويون ومزوق، وفي هاد يعني في هاد لي موتيف حداه فوالا. وغادي نحتاجو بانسو ا بوشوار. انا غادي نجي نحط لي بوشوار ديالي في النص ديال لا طوال دو جوت. كنحاول نقاد، يعني نحاول نخدمو نعبرو بالمترو، ما نديروش هذيك عبارنا عيننا ميزاننا، مرات كتصدق ومرات ما كتصدقش. دونك البوشوار ديروا له لاكول من تحت سبراي. غادي ناخذ لو بانسو بوشوار وناخذ هكايا الصباغه فيه وبشكل دائري ولا اون تابوت اللي جاتكم سهله هكايا. وغادي نبدا كندير الصباغه ديالي. نقدر ندير لو ميلونج ديال لي دو كولور، حيت الاحمر ديال لو ستيل مات ماشي هو نفس الاحمر ديال دوغا تكستيل. نوري لكم، واخا غادي درت البانسو هنايا غير باش نوري لكم الاحمر ديال دوغا ديال ستيل مات. خليني نحط شويه من الاحسن هكا باش القرعه ديالنا ما يدخل ليناش ليها الهواء. فوالا هكايا، ونعاود نسدها من الاحسن. الو غناخذ شويه هكا، نقدر غير في واحد ندير جوج ديال الالوان نخلطهم. فوالا بحال هكايا، طريقه سهله اسهل ما يكون، هي الخدمه ديال البوشوار سهله سهله بزاف 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 بزاف. تيقوني يعني غير جربوا وبداو، ما تعجزوش يعني فيما تعجبكم شي حويجه الوغ الفو فرونسي بحال هكايا. هكا لا طوال دو جيت سي نورمال، لانها هذوك لي بور ديالها شويه واسعين. غادي يخرج لكم هنايا الصباغه، تفرشوا شي حويجه علاش تحطوا باش ما يتجلخش لكم. وهنايا ملي تبغيو تحطوا تكونوا عارفين ديجا العبار فين غادي تحطوا لا طوال دو جيت باش ما توسخ لكمش. دونك بالنسبه لي انا هذا هو العبار هكايا. غنعاود معكم وحي حدا اخرى على هذا الشكل هكا. دونك انا درت هاد لا طابل عندي فيها العبارات وعندي فيها الخطوط، يعني مسهله عليا الخدمه فين نحط وفين بحال هكا. نقدر ندير القلب الوسطاني بدوغا تكستيل، ونجي هنايا ندير ستيل مات. فوالا هكايا، كيف قلت لكم الطريقه سهله، تقدروا ديروه بلان دو كولور الا بغيتو. انا جي با بيان سونتري، فوالا هكا الا بان لكم خاصه الصباغه زيدوها.
الطريقه ولا اسهل فريمون ولا اسهل. نحط التوب ديالي نجبدو مزيان، الا عندكم لاكول سبراي نحطها باش غادي نلصقها، البوشوار ديالي حتى هو ندير له لاكول، نحط الصبيغه ديالي حدايا ولا اسهل. دونك انايا الطريقه هي هذه باش غادي نكمل، يعني تختاروا ديروا 8 6 12 على حسب نتوما اللي بغيتو. دونك انا غادي نكملهم كلهم هكايا في الطبيع وغادي نرجع معكم باش نوريكم لا دوزيام بارتي اللي غادي نديرو. فوالا حتى غادي نخليها تنشف. هنايا دابا دزنا الماكينه باش غادي نخيطو، ضروري في هذاك الفوقاني الاول كندير واحد الكفافه صغيره ديال نص سنتيم، وبالتالي غادي نطوي هذاك الجيب اللي غادي نديرو فيه لي فورشيت مع هذاك. دونك هذاك لا هوتور ولا العبار ديال هذاك الجويب غادي تكون فيه واحد 12 سنتيم، ولكن هذا ما كيمنعش انكم تعبروا على حسب الفورشيطه والموس اللي عندكم نتوما اللي غادي ديرو تاخذوا عليهم العبار وتخيطوا. دونك انا غادي نجيب الدوره قصير داير على هذيك البورت ديال يعني حامل ما عرفتش شنو سميتهم بالعربيه، المهم لي فورشيت هادو غادي ندير الدوره قصير داير وغادي نعاود الكوتوره جوج المرات غير يعني قبل باش ما يتفيلوشاش ليا هذاك الثوب، ولا مني انا نبغي نسلو نديرو ديك الجنيبات بالسلال يعني نكون انا متقن الخياطه ما يتفلش ليا بزاف. دونك هذه هي الطريقه باش غادي نستمر باش غادي نخيطها سهله حتى هي. الا ما عندكمش الماكينه تخيطوها بيديكم، سينو ديروها بالسيليكون حتى هي راه كتشبر مزيان. دونك فوالا طفينا الضو. كيف تشوفوا هنايا انا عاودت هنايا الكوتوره دو فوا، كندير لو بوين داريتمون ضروري لو بوين داريتمون هنايا باش ما يتحليناش الخيط. الا كتبان لكم هنايا حتى هنايا راني درت جوج كوتورات جوج خياطات ومشيت به داير هكذايا وعاودت حتى لهنايا مشيت حتى لهاد القنت هذا هنايا وبصافي، وبديت كنسل هذوك الخويطات على حد الخياطه اللي انايا دايره بحال هكايا باش نخلي هاد الخويطات خارجين هكاك. تقدو نتوما ديرو كفافه كاريمون فحال هكايا تكفوها لداخل وتقلبوها، سينو تخليوها هكايا يجي المنظر ديالهم زويون. دونك انايا كملت ندير غير لا فينيسيون الخويطات. دونك انايا كملت هادو ديال السرابت، انا غادي نوري لكم الشكل النهائي ديالهم ولا غادي نوريكم حاجه واحده اخرى. سمحوا لي نجيب غير لي فورشيت نديرهم هنايا باش نقول لكم اضافه الى ممكن نديروها. الوغ انا هنايا جبت باش غادي ندير نوري لكم بحال هكا فوالا هاد لو سونس هكا. دونك هنايا كاينين جوج ديال الاختيارات اللي ممكن نديرو، سواء كنجيبو واحد الكوتوره من هنايا من هاد الراس حتى لهاد الراس هنايا نعبرو ونجيبو نديرو عاوتاني اون اوتر كوتور من هاد القنت هذا حتى لهاد الراس هذا باش نعزلو كل بحال دابا معلقه عندها البوش ديالها، الموس عنده البوش ديالو و لا فورشيت البوش ديالها. سينو الا ما بغيناش نخيطو كاريمون ناخد عقيدات حمر هكايا ولا دوك العقيدات الاخرين ونجي هنايا ندير نخيط وحي حده ونجي هنايا ونخيط وحي حده بهذا الشكل هكايا هما باش غادي نحبس اللي ما بغاتش توقف. مهم على هذا الشكل هكايا ما بغاوش يوقفوا بغاف بحال هكايا ونخليوه هنايا بلا ما نخيطو حتى لاص، يعني نشبرو غير هنايا بالبرا والخيط مع هاد العقيده هادي، ولكن هادو كبارين يعني خاص غير دوك العقيدات الصغيورين اللي كنديرو في الجلالب هما اللي نديروهم هنايا. دونك هادي هي الفكره ديال هاد لا فيديو هادي.
انا غادي نفينيهم مزيان من الخيط ونفيلوشيهم بحال هكايا. شي الفكره اللي قلت لكم ديال اننا نزولوا الخويطات هكايا، هنايا مازال ما كملتهاش، حيد هذا بحال هكا فوالا، ما تخافوش عليهم راه ما غادي يتحلوا ما حتى شي حاجه. ونقطع هنايا بحال هكا اي جو في لا ميم شوز بالنسبه لهاد البلاصه هادي نفس الطريقه، ونحبس لعند فين انا دايره الخياطه فوالا بحال هكايا. دونك هذه هي الفكره ديال نهار الجمعه بالنسبه لحفيضه الملاعق ولا يعني فيها الملعقه والشوكه والسكين. دونك كتجي على هذا الشكل هكايا. دونك كيف قلت لكم يعني هنايا ممكن ديروا عقيدات ولا ممكن ديروا واحد الخياطه مباشره وتسدوا بها، الا ما بغيتوش ممكن تخليهم غير بحال هكاك. مثلا الا ما بغيتوش ديروها بالنسبه ل تديروا فيها لي فورشات مع هذاك، ممكن ديروها بورت سيرفييت، ديروها هكايا ودخلوا فيها السربيطه لداخل. نوري لكم تجي على هذا الشكل هكايا، ديروا فيها السربيطه لداخل وتقدوا في نفس الوقت، علاش لا ديروا معها مع السربيطه وتزيدوا معاهم هكايا الفورشات وتزيدوا معاهم الموس، و يعني هكايا كلهم يكونوا مجموعين في بلاصه واحده بحال هذا الشكل هكايا. اما ديروا معاهم السربيطه اما تخليوهم بوحدهم، بجوجهم كيجيو مزيانين واللي يناسبكم نتوما. يا انايا صوبت 8 اللي صوبت على حسب الكراسه اللي هما يا عندي. الا ما بغيتوش ديروا فيهم القليبات ممكن تاخذوا الدونتيل وتخيطوها من الفوق هكايا، حتى هي كيجي المنظر ديالها زوين. دونك هذه فكره من الافكار، ان شاء الله كنضرب لكم موعد فيديو جديد وفكره جديده. تبقوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.